بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، عدنا لكم من جديد مع درس الحوار وأهميته بالوحدة الرابعة، الدرس الثالث عشر. في الحصة السابقة أو في الفيديو السابق تعرفنا على معنى أو مفهوم الحوار، وقلنا هو عبارة عن تبادل الحديث بين طرفين أو أكثر في قضية محددة من أجل إثراء المعرفة والأفكار، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن التعصب والخصوم. النهاردة هنعرف إيه هي أهمية الحوار؟ إيه الهدف من الحوار؟ إيه اللي بنوصل ليه من خلال إقامة الحوار مع الآخر؟ يا أولاد، الحوار أهمية كبيرة جدا، فهو وسيلة من وسائل الاتصال الفعال، حيث يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والوصول إليها. يبقى الهدف من الحوار هو معرفة الحقيقة والوصول إليه، ومعرفة الآراء المتعلقة بها، ويبرز الحوار الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب، ويساعدنا على فتح قنوات للتواصل. بمعنى إيه يا أستاذ؟ يعني يا أولاد، إحنا لما بنقيم أي حوار، ولنكن مثلا عن أسباب هزيمة فريق من الفرق اللي بتمارس رياضة كرة القدم، طيب أنا راجل متعصب لفريق ما، لازم أول حاجة أجنب التعصب علشان أعرف أسباب هزيمة الفريق بتاعي. يبقى أنا أول حاجة بحاول أوصل ليها زي ما هو بيقول لي أهو، المعرفة الحقيقة. خلاص أبدأ أشوف آراء الآخرين، طب أنت تفتكر سبب الهزيمة إيه؟ طب تفتكر إيه الأسباب اللي أدت لكده؟ أبدأ أعرف آراءهم، وبالتالي لما أعرف آراءهم هيبان لي فكر كل واحد، هل الإنسان ده بيتكلم عن علم؟ هل الإنسان ده بيتكلم عن جهل؟ هل الإنسان ده مالوش علاقة بالحوار ده خالص؟ خلاص، نفس القصص لما بتيجي تتبادل حوار مع أحد الأصدقاء على الفيسبوك أو على الواتساب أو على سناب أو على تويتر أو على الانستجرام من أي دولة من الدول الأخرى، بتعرف الفكر بتاعه. خلاص، وبتحقق وعي ومعرفة، وبتكون فكرة عامة عن الشخصية اللي بتتحاور معها. تعالوا ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي فائدة الحوار. احنا قلنا ان الحوار من اهم وسائل الاتصال الاجتماعي او من وسائل الاتصال. ليه؟ بيؤدي الى عدة فوائد. تيجي تعالوا نشوفه او نتابعه مع بعض. اول فائدة، الفائدة الاولى فهم اراء الاخرين ومعرفتها. لسه الكلام ده لسه قايلينه من شوية، لان اعرف اراء الاخرين. طيب، معرفة أشياء جديدة، واحد قال لي معلومة جديدة أنا ما كنتش أعرفها قبل كده، زي أنا مثلا أتحاور مع شخص أو مع صديق عن مثلا سطح الكرة الأرضية، ولقيته بيقول لي أنت تعرف أن سطح الكرة الأرضية أن أكتر مساحته 71% من مساحته من الماء، فدي معلومة جديدة بالنسبة لي ما كنتش أعرفها، فيبقى أنا كده عرفت أشياء جديدة. طيب، تقديم الرأي والاستماع إلى الرأي الآخر. أنا عندي مشكلة، فواحد قال لي رأيه، أنا رأيي إنك المشكلة دي تحلها بالطريقة دي، يبقى أنا دلوقتي استمعت إلى رأي الآخر ولا لا؟ استمعت إلى رأي الآخر. واحد قدم لي مشورة ورأي في هذا الموضوع ولا هذه المشكلة، فعلا قدم لي. طيب، الوعي بالموضوع المطروح يا أولاد أهم شيء، علشان ما يبانش انك جاهل، لازم الموضوع اللي انت بتتكلم فيه
تكون انت دارس فيه او عارف عنه. يعني مثلا واحد بيكلمك مثلا عن الكهرباء او عن الاسعافات الاوليه، تيجي انت تفتي او تخترع من دماغك حاجه مش موجوده، غلط. ده بيدل على الجهل. انت كده بتوقع الحوار او بتقضي على الحوار، لان من اهميه الحوار او من فوائد الحوار ان انا اوصل لمعلومه او اوصل لحقيقه. كده الحقيقه الوحيده اللي هوصلها انك انت ما بتعرفش حاجه. خلاص؟ طيب اهو جابها لي تاني واحده، ايه؟ معرفه الحقيقه. دي من فوائد الحوار، ان انا اوصل للحقيقه، اعرف الحقيقه. تعديل الافكار غير الصحيحه وتقويمها. واحد مثلا فكره انه بيقول لك لا الاسلام فيه تطرف وبتاع والكلام ده، لا انت تقدر تقول له لا مش متطرف، وتبدا تشرح له الاسلام جاء ازاي، انتشر ازاي، الاسلام دين السماحه، ربنا في القران بيقول وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يبقى اذا انت بتعدل بعض المفاهيم الايه الخاطئه اللي انت بتجدها في الحوار. اظهار الجانب المشرق للوطن وابنائه. لازم يا اولاد دايما يعني بمعنى صح تبرز الحاجات الجميله اللي في وطنك، تبرز التطور والتقدم اللي موجود في وطنك، تبرز الجانب المشرق المستقبل الجميل. مش دايما تقعد تعمل عمليه هدم وانتقاد ونقد لوطنك. يبقى لازم هنا انك انت تظهر الجانب المشرق للوطن وابنائه، وبكده نكونوا انتهينا من درس الحوار واهميته. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.